السلام عليكم. نريد ذكر بعض التوضيحات بخصوص الفيديو الذي تم نشره أمس بخصوص البرايمري والسكندري وايندينج للمحولات وطريقة تعريفها. الجميع اتفق على الستيب داون ترانسفورمر أننا نقوم بتشغيل الهاي فولت سيركت بريكر أولا ومن ثم اللو فولت سيركت بريكر، وعندما يتم فصله فإننا نقوم بفصل اللو فولت سيركت بريكر أولا ومن ثم الهاي فولت سيركت بريكر. أما طريقة تشغيل الستيب أب ترانسفورمر فحدث عليه بعض الاختلافات، حيث ذكرنا في الفيديو السابق أننا نقوم بتشغيل اللو فولت سيركت بريكر أولا ومن ثم الهاي فولت سيركت بريكر، وذلك بسبب اتجاه الباور فلو. فأخبرونا بعض مهندسي التوليد أنهم يقومون بتشغيل الهاي فولت سيركت بريكر أولا حتى في محولات الستيب أب ترانسفورمر، وذلك لأن المولد لا يمكن تشغيله بدون مساعدات، حيث نقوم بتشغيل المساعدات أولا حتى يستطيع المولد تشغيل أو توليد الكهرباء. فعند تشغيل المولد فإنه سوف ينشأ على طرفي الجنريتور سيركت بريكر فولتيتين من مصدرين مختلفين، أحدهما قادم من المولد والآخر قادم من الشبكة الذي تم تحويله من المحول. فنقوم بتحقيق شروط التزامن الأربعة، وهي الفولتية والتردد والفيز أنجل والفيز سيكونس، حتى نستطيع إغلاق هذا السيركت بريكر. وبالتالي فإنه يمكن تشغيل المولد بطريقتين. الطريقة الأولى وهي الطريقة الاعتيادية هو أن نقوم بأخذ فولتية من الشبكة، فيصبح هذا المحول هو ستيب داون ترانسفورمر لتشغيل مساعدات المحول كالتوربين والبويلر. والطريقة الثانية هو أن نقوم بأخذ فولتية من مولد الطوارئ الموجود في المحطة نفسه، والذي يسمى بالبلاك أوت ستارت ديزل جنريتور. وبالتالي فإنه يمكن الخروج من هذا الاختلاف بأن نقول بأن تعريف البرايمري وايندينج للمحول هو الجزء من المحول الذي يتم تشغيله أولا، وليس الجزء المتصل بالسورس دائما. شكرا لكم.